كانت واجدوا في المهرجان ديال الموسيقى المغربية الأصيلة تحت شعار التراث الموسيقي المغربي في خدمة الوحدة الوطنية. فهاد المهرجان اللي عندنا اليوم هو كنحاولوا نجمعوا به بين ذكرى الاستقلال المجيدة وذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، اللي حاولنا أننا نبينوا أن الحفاظ ديالنا على التراث هو عمل على خدمة الوطن والحفاظ على الهوية ديالو. وفي نفس الوقت احنا فرحانين بالانجازات اللي دارهم صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله من زعما كاين كاس امم افريقيا 2025، تنظيم كاس العالم 2030، وكذلك النجاح الكبير في ملف الصحراء المغربيه. فهذا فخر لنا اننا المجموعه ديالنا تحت الرئاسه ديال المدرسة الوطنية للتجارة وتسيير الدار البيضاء، وكذلك الرعاية ديال جمعية المبيعات البيضاوية اللي هو الموسيقى الأندلسية، الرعاية الفنية ديالها. فاحنا فرحانين بهذا الشرف وهاد الرسالة اللي كنحملوا باش نقدموها للوطن. اليوم عندنا ايفينمون اللي هو المهرجان الموسيقى المغربية الأصيلة. هذا المهرجان هذا العام هو تحت شعار التراث المغربي في خدمة الوحدة الوطنية، بما أنه يصادف غدا عيد الاستقلال، وبما أنه كان ذكرى المسيرة الخضراء ماشي بعيد غير هاد اليامات اللي دازوا. احنا هنا كنبينوا بالله الشباب باقي متشبتين بالتراث ديالنا، وكنبينوا بلا متشبتين بالبلد ديالنا وبالوطن ديالنا وبالوحده ديالو. وش غنقول لكم، نتمنوا تدوزوا معنا وقيته زوينه في هذا الليفان. نحن نحتفي اليوم بواحد ذكرى، هي ذكرى عيد المسيرة وذكرى استقلال عيد الاستقلال. وبهذه المبادرة كونا واحد الكورال صغيرة، كورال الموسيقى الأندلسية، تحتوي على بعض الطلبة والطالبات اللي علمناهم في واحد الموج واحد الوجه قصير جدا اللي باش نحتفي بهذه المناسبة هذه. وحنا قمنا مع معالي الوزير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك مدير رئيس هذا لونسيجي السي القباج، قمنا بواحد الشراكه، توقيع شراكه بين الجمعيه وبين هذه المؤسسه حتى نوجدوا هذه الفتيات وهذه الفتيان اللي حفظ لهم الموسيقى الاندلسيه. وحنا ديما مدعمين التراث المغربي الاندلسي على الدوام. هذا الشيء تحتفل اليوم المدرسه بالدورة الثانية لمهرجان الموسيقى، واللي هو نتاج ديال واحد العمل ديال واحد المجموعة ديال الطلبة اللي كينتميو لنادي كورال. هاد الطلبة بتأطير من بعض الأساتذة اللي عندهم واحد الصيت في ميدان ديال الملحون والطرب الأندلسي، كيعملوا على تطوير قدرات الطلبة في مجال الموسيقى الراقية، الموسيقى المغربية الأصيلة، بشراكة مع واحد المجموعة ديال الجمعيات اللي كتنشط مجال ديال الموسيقى الاندلسيه والتراث المغربي بصفه، التراث الموسيقي المغربي بصفه عامه. وصراحه سنه بعد سنه كنلاحظوا واحد التطور، واحد النوع من الرقي بالنسبه للطلبه في خلق جو موسيقي تراثي يمثل الثقافه الموسيقيه المغربيه احسن تمثيل.